قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، والمطهرين اسم فاعل بمعنى أنهم يفعلون التطهر، ولتعلم أن فعلهم للتطهر إنما هو بتوفيق من الله عز وجل، والله جل وعلا وفقهم لأن يتطهروا من النجاسة القلبية والبدنية. وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على ما يفعله وليس له اختيار ولا إرادة، وإنما ما يصنعه هو في قدر الله عز وجل المحتم، فحينما أرفع يدي هكذا فعلى قولهم الباطل أنه ليس الاختيار ولا مشيئة، وإنما هذا بأمر الله. ونحن نقول ما من حركة ولا سكون إلا بأمر الله عز وجل، لكن للعبد مشيئة، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الخالق عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو قيل بهذا فترتب على هذا المعتقد الفاسد أن إبليس وفرعون وأبا جهل وأبا لهب ليس لهم اختيار في فعل الكفر، فكيف يعذبهم الله عز وجل وكيف يذمون؟ لو أخذ بهذا لكان في هذا مناقضة لعدل الله عز وجل، ولو أخذ بهذا لما كانت هناك حكمة في وجود جنة أو نار. ويلزم على معتقدهم هذا مفاسد متعددة، الآيات في هذا كثيرة، إثبات المشيئة العبد مستفاض ذكره في النصوص.